الخامسة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي لمنطقة القاهرة التاريخية، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لستة أشهر أخرى حتى أول يناير. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن. وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرا مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها. وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أكد سعيد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر، متهما البعض بالترتيب إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية. وشدد الرئيس التونسي على أن الدولة ستحارب كل المحتكرين والمضاربين، وستعمل على تطهير الإدارة من كل من صار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها أمام قضاء حاجات المواطنين. أعلنت أوكرانيا أنها تلقت أنظمة آيريس تي مضادة للطائرات من ألمانيا. وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندري يارماك إن منظومة الدفاع الجوي الألمانية تهدف لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية بمواجهة الضربات الروسية المتزايدة. أكد مفوض السلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أن هناك فرصة قائمة للدبلوماسية في النيجر، لكنه أشار في الوقت ذاته أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وخلال اجتماع لقادة جيوش إكواس في غانا، قال المفوض إن قوات المجموعة جاهزة للرد إذا فشلت جميع الحلول. قالت الهيئة الجيولوجية الكولومبية إن زلزالا بقوة 6.1 ضرب العاصمة بوغوتا، وأعقب الزلزال الأول توابع بعد دقائق، حيث احتشد عدد من المواطنين في شوارع المدينة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة جراء الزلزال. قالت الخارجية الصينية إن التسريب الأخير لمياه الصرف الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية أظهر مرة أخرى عدم فعالية إشراف الحكومة اليابانية على السلامة النووية. وحثت الصين اليابان على وقف خطتها لتصريف مياه المحيط المحطة في المحيط. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي ناردين حبيب. دمتم في أمان الله.